ماكسيم شعيا مغامر ورياضي لبناني احتل المرتبة 16 في العالم في الوصول إلى الأقطاب الثلاثة، القطب الجنوبي والشمالي وجبل إيفرست، وكان السادس في تحقيق هذه الأقطاب مع القمم السبع، كما سجل رقما قياسيا بعبوره المحيط الهندي في 57 يوما في قارب تجديف. وهو ضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب بعد صدور كتابه ماكسيموم ماكس على قمة الجبل السحري، وهو الجزء الأول من سلسلة كتب مصورة بثلاث لغات تروي مغامرات الرياضي شغوف بتسلق الجبال، وتهدف إلى بث روح الإيجابية والشجاعة والمحبة للبيئة والوطن في نفوس التلاميذ العرب. للمزيد ينضم إلينا في الاستديو المغامر ماكسيم شعيا. بداية صباح الخير. صباح النور. الحمد لله على السلامة. من وين وصلت أول شيء؟ من بيروت. من بيروت وجاي من الأوتيل من الفندق إلى هنا مشي ولا بسيارة؟ تجديف. بداية يعني أنا لفتني قبل لا نتكلم عن أي شيء، لا نرث الأرض من آبائنا بل نستعيرها من أبنائنا، هذا مثل إفريقي، إلى أي مدى تؤمن بهذا المثل لتكون رحالة ولا ماذا نصنفك؟ يعني أكيد نحن منحب نشجع الجيل الجديد خصوصا ببلدي أنا، لأنه جيلي أنا لأنه للأسف ربي خلال الحرب ما اهتم ببيئته كتير، ما اهتم ببيئته أبدا. بتمنى أنه الجيل الجديد يكون واعي أكثر على بيئتنا وبيئة أولادنا ونحافظ عليها للأجيال القادمة. طب يعني هي استعارة من الأبناء وتطويرها لهم للمستقبل، وهذا المثل ولا هو مكتوب بطريقة فنية جدا، وحتى ترجمته باللغة العربية إذا مني غلطان منا 100% مزبوطة. بس منقول أنه نستعيرها من أبنائنا. هو بصراحة مستعيرها من أبائنا مش من أبنائنا بس، ونورثها لأبنائنا. طب ماكسيم، يعني إيه الفكرة أنه أنت حبيت تطرح كوميكس أو قصص مصورة؟ هي ليه بتعتبر هذه خطوة مهمة حاليا؟ يعني كان ليك كتاب اسمه أحلام شاهقة، كتبت فيه برضو بعض المغامرات باللغة الإنجليزية. بس بركي حبينا أول شيء هذا الكتاب أنا كتبته وأنا تسلقت، ولكن هذا الكتاب ماكسيموم ماكس كتبه ربيع ورسمه توني أبو جودة ونشره دار أشات أنطوان، يعني بعطيهم لقلهم الكريدت. إيه طبعا مش أنا تسلقت الجبال وإلى آخره، بس هن صدروا الكريدت. ليه حبيت تطرح قصص مصورة؟ لأنه حبينا نشجع الجيل الجديد أنه يقرأ، وإذا ما عملنا شيء مشوق لإلهم صعب واحد ولد عمره 8 سنين أو 10 سنين أو 12 سنة يفتح كتابه ويقرأ. بهالكتاب هيدا مع إنه هيدا قصص مصورة، في كمان أربع صفحات بتعلم عن الجبل، عن البيئة، عن المجمد، عن الجسم، جسم الإنسان وإلى آخره. وفي سوق في ورقة أخرى بتفرجي الصور يلي استوحى منها توني ليرسم هال نفس الشكل، هو واخد نفس التفاصيل تقريبا. يعني هو حتى قال توني كبر لي من خارج شوي. بس يعني دايما خليني أقول أنه الفكرة كيف أتت من البداية؟ هل أنت فكرت فيها وأنت تتسلق هذه الجبال، ولا والله هي بجلسة وتفاهم مع سؤال جيد. أنا فكرت بستيب دريمز قبل ما بلش، فلذلك أخذت صور وأخذت فيديوهات وأيدت كل يوم ديلي جورنال. ولكن بالنسبة لهاي بصراحة كنت بخاطب مدرسة في جنوب لبنان من بعد حرب 2006 بضيعة زفتة، وانقطعت الكهرباء وصار شيء. بس كنت مع مجموعة اسمها اقرأ، ومجموعة اقرأ قالوا لي يا ماكسيم هالأولاد كلها إذا بنعمل لهم قصص مصورة أكيد رح يقروها. بديت الفكرة وقتها 2006، بس لل 2015 لحقانيها. لا هي انه فكرة انه من ارض الواقع تترجم الى صور وكتاب مصور، غير عن انه لما يكون شخصية وهمية. مزبوط مزبوط، مشان هيك كاتبين نحن مستوحات من القصص، ومشان هيك حاطين داخل الكتاب صور يلي استوحى منها توني لحتى ماكسيم المغامر. يعني عادة يفكر بطريق المغامرة ذاته، بيتسلق الجبل، كيف سيصل، كيف سينزل من هذه القمة، لا يفكر بتوثيقه. متى أتتك فكرة التوثيق بداية؟ بكل صراحة أنا فكرت بما بعد القمم السبع قبل ما أبتدي، بس هيدا بعتقد لأنه بلشت كل هالشي هيدا على كبر.
لسه شباب يعني لا تكبر نفسك. يعني رحت يعني عديت المحيط الهندي، عملت رحت القطب الشمالي الجنوبي القمم السبع ما شاء الله، يعني هنروح فين؟ هنروح القمر بعد كده. بس هلا مغروم انا بالصحراء. بالصحراء، الصحراء ربع الخالي جدا. ربع الخالي نعم، واوريدي انا وزميلي ستيف من بريطانيا قطعنا الربع الخالي على درجتنا الهوائيه مثل ما شايفين، ومؤخرا الاسبوع الماضي بلش يجي بوادر اذن ترجع عيد هالمغامره هاي من ابو ظبي الى صلاله، بس هالمره ضمن قلب الربع الخالي داخل المملكه العربيه السعوديه. من 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 ابو ظبي او من ابو ظبي جنوبا الى صلاله، إلى على المحيط صلالة. الهندي. طيب. يعني من الخليج الى المحيط يعني الهندي بالسياره اكثر من 1800 كيلو تقريبا. هي 1600 كيلو. 1600 كيلو اي، بس انت كيف ستقطعها اكثر من هذه المسافه؟ على الدراجه. على الدراجه إيه؟ على دراجه هوائيه. طيب، هل تحتاج الى تحضير؟ تحتاج الى اكيد اكيد مده التحضير لها؟ شوف، الأول رحلة مدة التحضير كان أكثر من تقريبا سنتين تحضير. سنتين. عملت 5 ديزرت ترايلز، يعني رحنا الصحراء أنا وستيف تن نجرب دراجتنا والتواصل عبر الأقمار الاصطناعية والنافيجيشن والشرب والأكل و و و و ما ممكن واحد يدخل الربع الخالي. أصعب تجربة 100%. يعني أصعب تجربة أنت بتعتبرها يعني من ضمن التجارب اللي أنت خطتها والمغامرات اللي أنت خطتها، نتكلم عن أصعب تجربة، القطب الشمالي، القطب الجنوبي، تسلق إيفرست. أنا بقول أصعب شيء وأخطر شيء كان المحيط الهندي، لأن موجودين على مركب صغير 57 يوم دون أي مساعدة. دون أي مساعدة. وكنا 3 أشخاص، والمحيط شرس، أوقات في يكون شرس جدا. تاني أصعب شيء بركة كان القطب الشمالي، لأنه خطر جدا أنه يكسر الجليد واحد ينزل بالماء. الماء منا باردة، 0 او ماينس 1 او ماينس 2، ولكن لما تطلع من المي مبلول بمحيط 30 و40 تحت الصفر مشاكل. وبعدين بركي ايفرست، بس الصحراء كان شيء رائع جدا وانغرم فيه وحابب ارجع له. مختلفه طبعا، مختلفه جدا. ماكسيم، طيب، بنتمنى لك كل التوفيق، واكيد حنشوف بقيه السلسله من قصص المصوره ان شاء الله. شكرا لك.